السلام عليكم ورحمه الله اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزه كروشيه صيفي هي غرزه بسيطه جدا وسهله من تكرار ست سطور هنبدا على طول الغرزه بتاعتنا بس قبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش اللايك طبعا لو عجبكم الفيديو يلا نبدا على طول مع بعض انا معايا هنا ابره رقم 3.5 ملم هستخدم معاها خيط متوسط السمك ده خيط قطن متوسط السمك طبعا انتوا هتستخدموا الخيط اللي تفضلوه انا بستخدم الخيط اللي هيبقى كويس في التصوير ويبين الغرزة في البداية انا عايزة اعمل عقدة البداية بلف الخيط مرة بدخل اخد طرف الخيط وبشد طرف الخيط القصير كده عملت عقدة البداية عايزة اشتغل سلسلة من مضاعفات رقم 12 واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 وضعف الرقم ده زي ما انا عايزة وفي النهاية بضيف اتنين سلسلة ضعفت رقم 12 انا هنا ضعفت رقم 12 ثلاث مرات يعني هيطلع لي ثلاث مجموعات اضيف سلسلتين ادي السلسلة اللي عندي بضيف واحد اتنين وكده هبدأ شغل على طول بفوت اول سلسلة بعد الابرة اللي هي دي وبروح للسلسلة التانية وبشتغل غرزة حشو كده انا بدات السطر بتاعي السطر رقم واحد بعد كده بشتغل خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وبفوت في السلسله الاساسيه خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وبروح للسلسله رقم سته وبشتغل تلات اعمده في نفس السلسله الف لفه على الابره وادخل واشتغل اول عمود بلفه والعمود بلفه رقم اثنين في نفس السلسله والعمود الثالث ثلاث اعمده بلفه في نفس السلسله اللي هي رقم سته ادي الشكل عندنا بدانا بغرزه حشو فوتنا خمس سلاسل هرجع تاني اشتغل خمس سلاسل وبرضو بفوت خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة وبروح لسلسلة رقم ستة وهنا بشتغل غرزة حشو مرة هنشتغل حشو ومرة هنشتغل ثلاث أعمدة أكرر تاني خمس سلاسل وبفوت خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة واروح لسلسلة رقم ستة وبشتغل ثلاث أعمدة بلفة في نفس السلسلة السطر سهل جدا وهنفضل نكرر بنفس الطريقة ثلاث أعمدة آدي العمود رقم اتنين والعمود رقم ثلاثة زي ما اتفقنا نشتغل ثلاث مجموعات أنا كده اشتغلت مجموعتين هكرر تاني خمس سلاسل وهفوت خمس سلاسل ثلاثة أربعة خمسة وأروح للسلسلة رقم ستة آدي الخمس سلاسل والسلسلة رقم ستة وبشتغل غرزة حشو، وهكرر بنفس الطريقة لحد نهاية السطر، خلاص خلصت السطر، اشتغلت الخمس سلاسل الفاصل لازم يتبقى عندي في نهاية السلسلة ست سلاسل علشان أفوت خمس سلاسل بالشكل ده، ادي السلسلة الخمسة وأروح لآخر سلسلة اللي هي رقم ستة، وبشتغل آخر غرزة حشو، بنقفل السطر بتاعنا على غرزة حشو ونبتدي بغرزة حشو وأدي الشكل عندنا، السطر رقم واحد للسطر رقم اتنين برتفع واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست سلاسل ارتفاع وألف القطعة، بروح على طول على التلات أعمدة اللي انا اشتغلتهم، بروح عند أول عمود وبشتغل تلات أعمدة فوق نفس العمود، آدي أول عمود والعمود التاني التلات أعمدة فوق أول عمود من التلاتة. اهو الشكل ده واروح على العمود رقم اتنين اشتغل فوقه عمود واحد بس والعمود رقم ثلاثه بشتغل فوقه ثلاث اعمده واحد اتنين وادي العمود الثالث كده بقى عندنا سبع اعمده ثلاث اعمده فوق العمود الاول وتلاته فوق التالت وعمود في المنتصف بشتغل واحد اتنين ثلاثه ثلاث تلات سلاسل بس فاصل وفوق غرزه الحشو دي بشتغل عمود بلفه اهو عمود بلفه واحد بس وكمان ثلاث سلاسل فاصل وبروح على الثلاث اعمده وبكرر فوق العمود الاول بشتغل ثلاث اعمده بلفه ادي العمود الثاني والعمود الثالث والعمود رقم اتنين بشتغل فوقه عمود واحد بس في النهايه بيبقى عندي المجموع سبع اعمده ادي العمود الاول والثاني والعمود رقم ثلاثه ونرجع تاني نشتغل ثلاث سلاسل فاصل ادي ثلاث سلاسل وفوق غرزه الحشو بشتغل عمود بلفه واحد ونكمل بنفس الطريقة أنا كده اشتغلت على أول مجموعتين فاضلي المجموعة التالتة دي خلاص خلصت الشغل على المجموعة التالتة بنفس الطريقة الفواصل عندنا هنا تلات سلاسل في السطر رقم اتنين اشتغلت الفاصل بتاعي التلات سلاسل بعد ما خلصت المجموعة بشتغل عمود بلفتين فوق غرزة الحشو اللي كانت في بداية السطر اللي هي دي عمود بلفتين بدخل تحت حرف الفي واخد الخيط واطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين اشتغلنا عمود بلفتين في نهاية السطر الثاني بنرتفع للسطر الثالث واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل بس واروح على طول على المجموعة بتاعتي بكرر نفس التزايد باجي على اول عمود في المجموعة اللي هو ده واخر عمود في المجموعة ده اول عمود بشتغل فوقه تلات اعمدة تلات أعمدة بلفة فوق أول عمود وادي العمود التاني والعمود رقم ثلاثة همشي على بقية الأعمدة فوق كل عمود بشتغل عمود لحد ما هوصل للعمود الأخير يعني أمشي كده على الأعمدة فوق كل عمود بدخل تحت حرف ال وبشتغل عمود واحد بس أنا التزايد عندي كان في أول عمود وآخر عمود من السبع أعمدة ادي العمود الأخير اللي هو رقم سبعة بشتغل فوقه تلات أعمدة بلفة، ادي العمود الأول وادي العمود التاني، شايفين الغرزة سهلة جدا والعمود الثالث كده بقى المجموع عندي حداشر عمود بلفة في المجموعة ابتدينا بخمس سلاسل في البداية اللي هما الارتفاع، هنرجع تاني نشتغل الفاصل بس الفاصل عندنا هيبقى سلسلة واحدة وأروح على طول على المجموعة اللي بعدها، شغلي على طول من المجموعة للمجموعة والفاصل بيبقي سلسلة، بروح على أول عمود في المجموعة وأكرر نفس اللي عملته في المجموعة اللي فاتت، تلات أعمدة فوق أول عمود وأمشي على بقية الأعمدة فوق كل عمود بشتغل عمود واحد بس، اشتغلت فوق كل عمود عمود واحد وصلت لآخر عمود هشتغل فوقه ثلاث اعمده بلفه ادي العمود الثاني والعمود الثالث لازم طبعا نتاكد ان المجموعه عندنا حداشر عمود بلفه سلسله واحده بس فاصل ونروح على المجموعه الثالثه ونشتغل نفس الطريقه وادي سلسله فاصل كمان عايزين نقفل السطر احنا كنا ارتفعنا هنا ست سلاسل اللي هو ارتفاع السطر الثاني بعد السلاسل اللي عندي انا هشتغل عمود بثلاث لفات الف لفه الثانيه والثالثه وعد السلاسل واحد اثنين ثلاثه انا عايزه اخلي بس ثلاث سلاسل فاصل فانا بعد ثلاث سلاسل واروح للرابعه واحد اثنين ثلاثه وادي السلسله الرابعه اللي هي كانت السلسله الثالثه من الثلاث سلاسل اللي اعتبرتهم عمود لان احنا كنا ارتفعنا ست سلاسل اروح عندها واشتغل عمود بثلاث لفات اطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين واخر لفتين اشتغلنا عمود بثلاث لفات في السلسلة رقم اربعة نرتفع للسطر رقم اربعة بنرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة، وبلف القطعة شايفين اخر عمود انا اشتغلته اللي هو كان عمود بثلاث لفات العمود ده انا عايزة ادخل تحت حرف الفي بتاعه وبشتغل عمود بلفة كده انا بدأت السطر بتاعي بعمودين ثلاث سلاسل ارتفاع وعمود وخمس سلاسل فاصل اهو بالشكل ده خمس سلاسل وبعد الاعمدة انا كان عندي 11 عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة انا عايز اشتغل في العمود رقم ستة غرزة حشو وتاني برجع اشتغل خمس سلاسل فاصل واروح على طول على الفراغ اللي كان سلسله واحده وبشتغل تلات اعمده بلفه نادي اول عمود والعمود رقم اثنين والعمود رقم ثلاثه في نفس السلسله الفاصل اللي كانت ما بين المجموعتين وبرجع تاني بكرر الخمس سلاسل الفاصل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وبروح على العمود رقم سته هو ده اللي انا عايزه اشتغل عليه بعد الأعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وبشتغل غرزة حشو وكمان خمس سلاسل فاصل وهمشي بنفس الطريقة كده واروح على الفراغ اللي كان سلسلة واحدة ما بين المجموعتين واشتغل ثلاث أعمدة بلفة ادي العمود التاني والعمود رقم ثلاثة بكرر بنفس الطريقة الخمس سلاسل الفاصل واروح على المجموعة رقم تلاتة وأعد لحد ما اوصل للعمود رقم ستة بشتغل غرزة حشو وفي النهاية خمس سلاسل فاصل شايفين الفراغ اللي عندنا آخر فراغ في السطر بشتغل فيه عمودين بلفة آه ادي العمود رقم واحد والعمود رقم اتنين نهاية السطر بعمودين زي ما بدأت السطر بعمودين وادي الشكل عندنا بتاع الغرزة شكلها جميلة جدا وسهلة اهو شايفين بدانا بعمودين وانتهينا بعمودين تعالوا نرتفع بقى للسطر رقم خمسه بنرتفع ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثه وبلف القطعه شايفين خلاص انا اعتبرت الثلاث سلاسل عمود فوق العمود التاني بشتغل ثلاث اعمده بلفه ادي العمود التاني والعمود التالت يعني الثلاث سلاسل ارتفاع بقوا مقابلين للعمود وفي العمود التاني بشتغل ثلاث اعمده وبشتغل ثلاث سلاسل فاصل وبروح فوق غرزة الحشو دي بشتغل عمود بلفة عمود بلفة واحد بس وكمان ثلاث سلاسل فاصل وهنا بروح فوق الثلاث اعمدة بكرر نفس اللي كنت عملته في الاعمدة بتاعتي فوق اول عمود بشتغل ثلاث اعمدة العمود رقم واحد وتلاتة ادي الثلاث اعمدة فوق العمود رقم واحد وفي العمود رقم اتنين بشتغل عمود واحد بس ادي العمود التاني بشتغل فوقه عمود واحد وفي العمود رقم ثلاثة بشتغل ثلاث أعمدة بلفة اهو بالشكل ده وبرجع تاني لنفس التكرار الثلاث سلاسل الفاصل وبمشي بنفس الطريقة شايفين الغرزة في منتهي البساطة ادي ثلاث سلاسل فاصل وفوق غرزة الحشو بنشتغل عمود بلفة وكمان تلات سلاسل فاصل وفوق التلات أعمدة بكرر نفس اللي عملته في المجموعة اللي فاتت همشي بنفس الطريقة وهرجع لكم في نهاية السطر خلاص وصلت لنهاية السطر مشيت بنفس التكرار ما ننساش تلات سلاسل فاصل اشتغلت خلاص التلات سلاسل فاصل شايفين آخر عمودين عندي في السطر بروح فوق العمود الأول وبشتغل تلات أعمدة زي ما بدأت السطر بالظبط ادي العمود الثاني والعمود الثالث، وفي النهاية الثلاث سلاسل دول بعتبرهم عمود بروح للسلسلة رقم ثلاثة وبدخل في السلسلة وبشتغل آخر عمود عندي، كده يبقى عندي المجموع أربع أعمدة في نهاية السطر وأربع أعمدة في بداية السطر، احنا كده وصلنا للسطر رقم خمسة، تعالوا بقى السطر رقم ستة بنرتفع ثلاث سلاسل وبلف في القطعة، أنا كده خلاص اعتبرت الثلاث سلاسل عمود، فوق العمود اللي بعده بشتغل عمود اللي هو العمود رقم اتنين، وفوق العمود رقم تلاتة بشتغل عمود، وباجي عند العمود رقم أربعة اشتغلت أهو تلات أعمدة، وآدي العمود الرابع هشتغل فوقه تلات أعمدة بلفة، آدي العمود الأول والثاني والعمود رقم تلاتة، كده بقى عندي ست أعمدة ستة في بدايه السطر نكمل شغل السطر بتاعنا بشتغل سلسله واحده بس فاصل وعلى طول بروح على المجموعه اللي بعدها برضو شغلي على اول عمود في المجموعه واخر عمود في المجموعه اول عمود بدخل وبشتغل ثلاث اعمده فوق نفس العمود اشتغلت كده عمودين وادي العمود رقم ثلاثة وبعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود واحد لحد ما هوصل للعمود رقم سبعة وهيبقى المجموعة عندي حداشر عمود حداشر عمود لكل مجموعة في السطر ده وصلت للعمود رقم سبعة هشتغل فوق العمود ده ثلاث أعمدة ادي العمود رقم اتنين والعمود رقم تلاته اهو ده شكل الغرزة عندنا سلسلة واحدة بس فاصل ما بين المجموعة والتانية وبكمل شغل بنفس الطريقة سلسلة فاصل وبروح على المجموعة اللي بعدها وبكرر شغلي على اول عمود واخر عمود هكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم خلاص وصلت لنهاية السطر اشتغلت على المجموعة وصلت ل 11 عمود وسلسلة واحدة فاصل اشتغلتها خلاص عند اخر اربع اعمدة شايفين هنا اشتغلت فوق اول عمود منهم تلات اعمدة برضو هروح على اول عمود من الاعمدة وهشتغل تلات اعمدة فوق نفس العمود تلات اعمدة بلفة فوق العمود الاول وبعد كده هتبقى عندي تلات اعمدة هشتغل فوق كل عمود عمود ويبقى كده المجموع عندي ست اعمدة بلفة طبعا دول الثلاث سلاسل بعتبرهم عمود بدخل في السلسلة الثالثة وبشتغل آخر عمود بلفة عندي في السطر أنا كده خلصت السطر رقم ستة السطور اللي جاية هتبقى تكرار هتبقى تكرار نفس السطر الأول شايفين الغرزة لما بنفتحها طبعا يفضل ان احنا نوجه ناحيتها البخار كده بعد ما بنخلص الغرزة آدي السطر الاول هو السطر ده اللي هنكرره بس طبعا ناخد بالنا هنكرره ازاي بنشتغل السلسلة وكنا عملنا غرزة حشو في بداية السطر هنشتغل غرزة الحشو فوق العمود الأول هنا زي ما عملت في السطر رقم واحد وبعد كده برتفع الخمس سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وكنت بشتغل تلات أعمدة في نفس السلسلة اللي هي رقم ستة كنت بعد خمس سلاسل وفي السلسلة السادسة بدخل وبعمل تلات أعمدة هشتغل الثلاث اعمده هنا في السلسله الفاصل اللي ما بين المجموعتين ادي العمود الاول والعمود الثاني والعمود رقم ثلاثه اهو شايفين في نفس المكان وبعد كده كنا بنرتفع خمس سلاسل ونعد لحد ما نوصل للعمود رقم سته ونشتغل غرزه الحشو برضو زي ما عملنا في السطر الاول ونرجع نكرر تاني الخمس سلاسل وفي السلسلة الفاصل ما بين المجموعتين بنشتغل تلات أعمدة زي ما بعمل في السطر الأول وهمشي بنفس الطريقة لحد نهاية السطر هو ده هيبقى شكل الغرزة بتاعتنا زي ما بقول لكم طبعا لو حابين ان الغرزة تبقى مفرودة اكتر من كده بعد ما بنخلص شغل بنوجه ناحيتها البخار بتاع المكوة في قطعة تانية انا عملتها باخد ارفع شوية شايفين القطعة طلعت اصغر والغرزة واضحة شايفين الغرزة مفرودة وجهت ناحيتها البخار بتاع المكواه بعد ما خلصتها طبعا على حسب الخيط اللي هتشتغلوا بيه الحجم بتاع الغرزة هيطلع معاكم سواء خيط رفيع او متوسط السمك او خيط سميك غرزة جميلة وبسيطة ومناسبة جدا لمشروعات الكروشيه الصيفي وكمان مناسبة ان احنا نعمل منها شال مستطيل طبعا لفصل الشتاء وبكده يبقى خلص الفيديو بتاعنا ولحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم في رعاية الله